അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا لصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكل إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة من يردن الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يراكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كل رجول القديم
ും ും മുർസലൂൻ മുത്തഖിയൂൻ മുസ്തഖീം وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اسْلُوهُ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنا ركومه ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
രണ്ട് കൈയിലൂതി കണ്ണും മുഖമൊക്കെ തടവ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഓതി. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക് വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكل ما نزل الله من شيء إلا أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسوى أو ناكل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسوكا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يكسب بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أما هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
എല്ലാവരും രണ്ട് കൈയിലൂതി കണ്ണുമുഖൊക്കെ തടവി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ സൂറത്തുൽ വാഖ് എല്ലാവരും കൂടെ ഓതിട്ടോ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافية إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أفآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسنية جهيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله صدق الله العلي العظيم എല്ലാവരും രണ്ട് കൈയിലൂതി കണ്ണും മുഖമൊക്കെ തടവ ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ തടവി അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇജാബത്ത് നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ يا رب يا الله يا رحمن يا الله يا ذا الجلال والكرام يا الله الحمد لله ഈ ഇശ മഗ്രിബിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലാഹുവേ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി ഇന്ന് മഹാനായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാസിം വലിയുള്ളാഹി കവരത്തിയിൽ എന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവരകളുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ മജ്ലിസാണ് അവിടത്തെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ചുകൂടി ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് അറിവിന്നിലാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ യാസീനോദി അതിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓതി അതിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഓതി അതിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ പിഴവുകളും പോരായ്മകളും നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഈ ആസീന് പുറമേ മുൽക്ക് സൂറത്തിന് പുറമേ ബാക്കിയ സൂറത്തിന് പുറമേ അറിവിന്ദിലാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ 33 തവണ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും ഓതിയോ ഇന്നലെ ഓതാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓതിയോ ആരൊക്കെ ഓതി ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ നീ എല്ലാ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ യൂട്യൂബിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയോ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാര് പലരും ഓതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ
പടച്ചവനെ, ഈ പവിത്രമായ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ സവാബ് നീ എത്തിക്കളേ അല്ലാഹ്. അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സാലിഹീങ്ങൾ, ബദ്രീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, പടച്ചവനെ, യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ്, യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. അസുഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഓതി വെച്ച പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, മഹാനായ കുത്തുബുൽ ആലം മടവൂർ ശൈഖുനാന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ച് കൊടുക്കണേ നാദാ. ഞങ്ങളെന്ന് ഗൗറൂസ് നടത്തുന്ന, ഞങ്ങളെന്ന് ആണ്ട് നടത്തുന്ന മഹാനായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഖാസിം വലിയുള്ളാഹി കബറത്തി ഖദ്സല്ലാഹു തആല സിർഹുൽ അസീസ് ലക്ഷദ്വീപിലെ കവരത്തി ദ്വീപിൽ എന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവറുകളെ, ലക്ഷദ്വീപിലെ കവരത്തി ദ്വീപിലെ വിശ്രാന്ത വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവറുകളെ, വലിയ മഹാനല്ലയോ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയല്ലയോ മഹാനായ കുത്തുബുൽ അഖ്താബ് ശൈഖ് ജീലാനി ഖദ്സല്ലാഹു തആല സിർഹുൽ അസീസ് മുഹിയ